خير، رمضان صباح كريم. صباح نور، مرسي علينا وعليكم يا رب. كيف كان اول يوم رمضان؟ هيك بحب انا اخذ شوي صوره عن العائله اللبنانيه والعربيه، كيف بتبلش هالشهر الفضيل؟ بتعرف حسب امرار بحس كيف من ندخل على رمضان. يعني لاحظت انا يمكن اول نهار اذا قلنا انه لا ما بقى في قهوه، الاشخاص اللي عم بتدخن حوالينا، انه هلا حنتعب برمضان، هو الاشخاص اللي فاتوا مع هالتوقعات فعلا تعبوا، لانه ركزوا كثير على قصه القهوه، ركزوا على قصه الاشياء اللي هالوذرول سمتم اللي بينوا كلهم. الاشخاص اللي قالوا هلا انا بتعب، في وجع راس، ما عم بقدر نام. فكتير مهم نعرف كيف نحن داخلين على شهر رمضان، كيف عم نحكي مع حالنا، هاي أول نقطة. ونعرف أنه طبيعي أول كم يوم هيكون في هالتغييرات ناتج عن التغيرات المفاجئة للجسم، عن انقطاع الأكل، عن انقطاع بعض العادات. ليش أول كم يوم صعبين وبعدين بتصير أسهل؟ هل صحيح. هي عادي؟ مثل كل شيء تغيرات بالعادة، أول كم يوم صعب، بنرجع بنتعود. وخاصة أنه للأشخاص اللي كان عندهم روتين تعلقوا على، يعني علقوا على بعض الأكل اللي هن مركزين عليهم، يمكن حتى الأشخاص اللي كانوا مدمنين يمكن على القهوة، على الدخان، هو اللي كمان بيأثر عليهم. فأول كم يوم صعبين ليرجع الجسم يرجلج، وطبيعي يحس الشخص بهو اللي مسميهم withdrawal symptom، يلي بيحس هيك شوي يمكن بيقل التركيز، بضياع، ما كتير عنده هالصبر، يمكن منه كتير مرتاح أول كم يوم. ولكن فعليا علميا و يعني ساينس بروفد انه الصوم عنده كثير منافع على الصحه الجسديه والنفسيه والذهنيه. قد ايه هو ديتوكس للروح مثل ما هو ديتوكس للجسم؟ صح، ديتوكس للجسم مثل ما كلنا بنعرف. خاصه صار كل البلدان بتقول صار واحد بده يعمل هالصيام المتقطع، صوم وتصحو، خاصه انه واحد يبعد شوي عن كل هاللذات الحياه ويركز على اهميه انه يكون عنده اراده اكبر، يكون في صبر، يصير عنده فكرة أنه أنا بدي ركز أنه بقدر مثلا بنسميها delayed gratification، الأمور اللي أنا بدي إياها يوميا بقدر أجلها شوي. بركز على أولويات، هاي نقطة كتير مهمة. منقول الصيام بيعزز الثقة بالنفس، لأنه شخص بيقول أنا كنت أفكر حالي ما بقدر. في كتير ناس اللي ما بتصوم بتقول لا كتير صعبة، صعبة أول شيء، ولكن أنا بقدر صوم، بقدر ركز شوي أولوياتي أكتر، بقدر انتبه كيف بدي أقضي وقتي. هل عن جد صار وقت أنه أدخل على رمضان مع إعادة شوي الأولويات، أعرف حالي أكتر؟ نعم. كيف فينا نجمع أو نوصل بين الصحة الجسدية والصحة الروحية؟ لنعرف أول شيء إفادة برمضان على الصحة الجسدية، لأنه أكيد على تغيير، يعني الأشخاص اللي عندهم ضغط بيرجلج الضغط كتير، الأشخاص اللي عندهم كوليسترول بيخفف من الكوليسترول، الأشخاص اللي عندهم كتير أفكار سلبية بتخفف شوي من الأفكار السلبية المعروفة، بيخفف من التوتر والقلق، خاصة وقتا منخفف من المنبهات، خاصة عشية ما بنرجع منزيد كمية القهوة، بيأثر كتير على الصحة الجسدية لأنه بيقوي المناعة، بيشتغل على الكرويات الحمر، بيشتغل على المنافع الجسدية كلها. كتير من الأعضاء بترجع بتعمل هالديتوكس لترجع تشتغل بطريقة صحيحة. فإذن ودائما منقول العقل، يعني الصحة الجسدية بتأثر على الصحة النفسية، والعكس صحيح، الصحة النفسية بتأثر على الصحة الجسدية. فهون مهم أعرف أنا من أول المرحلة أنه أنا قادم على فرصة أنه بقدر استغلها، أن لأهتم بصحتي الجسدية، لأهتم بصحتي النفسية، بعلاقات عامة. خاصة وقت أطلع نحن دائما بنقول الحياة بنسميها الويل أوف لايف، يعني بنشوف دائرة الحياة من عدة جوانب. أول شيء من الصحة الجسدية قلنا أنه الصوم مفيد للمناعة، الصوم مفيد للانتباه للنفس، حتى إذا صار في أهم شيء يكون في بعض الحركة اللي هي بتأثر يعني إيجابيا على الجسد وبتقوي المناعة. من الناحية الروحانية، هذا البارت سبيريتشوال اللي عادة واحد بيبعد عنه بالأيام العادية، هذا وحده دواء، هذا وحده دواء صح. يعني هيك الواحد وقت يكون في عنده روحه نظيفة وفيها سلام داخلي، يعني قديش مهمة، وبيكر وراها كتير من الصفات يلي هو بيشعر فيها الإنسان بحد ذاته، خاصة بالتواصل مع الآخر. صح. قبل ما تفوتي بالصحة الروحية، قديش مهمة تقوية إرادة الشخص
بشهر رمضان، لأنه أول يوم ببلش صعب مثل ما عم تقولي، وبتقوى الإرادة يوم بعد يوم حتى أنه يحسها شربت مي إذا بدنا نسميها هيك، يعني مع الأيام اللي جاية. المهم ياخد القرار أنه أنا ما فيني أقول لا شهر صعب، شهر تقيل علي، ما بقدر يمكن مثلا نركز منيح، لأنه فعليا الدراسات أثبتت أنه وقت ما يكون في الطعام ساعتها التركيز عم بيكون بالدماغ، يعني في الصحة الذهنية كتير أحسن، والشخص بيقدر يركز أكتر وبيقدر علميا، لأنه في أول شيء هالتعب يمكن من البعد عن المنبهات مثل القهوة. بس فعليا لا، إذا بتحس دراسيا الشخص بيقدر يركز أكتر، بيقدر يحفظ أسرع، بيقدر يكون التركيز كله بدل ما يكون على الهضم بيكون التركيز على الذهن، وبالتالي لا، الأشخاص اللي بتقول أنا ما بقدر أشتغل منيح، أهم يمكن الأمور اللي صارت فعليا على عبر السنين هي وقت كان الشخص صايم يعني ليركز ذهنيا. نعم. هاي أول نقطة. نعم، أنا مثلا ضلني بنفس الموضوع أنه إذا جوعان ما بقدر أخفى، يعني مع أنه للأسف في كثير ناس عم تنام جوعانة، يعني الحالة والأزمة الاقتصادية المرئين فيها كتير منيح، لكن أنا بستفيد أنه ما لح أخفى مثل ما كتير أشخاص بيلجأوا للنوم بالنهار، وبركز على الأمور اللي بقدر انتبه لها أكتر، هل بقدر أعمل إنتاجية أكتر، لأنه بالليل عادة يعني بس يأكلوا الأشخاص، هون كمان نقطة كتير مهمة، كيف يأكل الشخص باعتدال لحتى ما يرجع يكون عنده تاني نهار نوع من التعب الشديد. فالتركيز على الذهن، التركيز على الشخص هو كيف حاسس حاله، بيقدر يفكر أكتر بطريقة إيجابية. نعم. النقطة الثانية كمان الأشخاص يلي ما بيلجأوا للأكل الزايد، أثبتت الدراسات أنه فيها الصفاء الذهني اللي بيخلي الشخص يكون عنده إيجابية أكتر. نعم. بأفكاره، وهذه كمان من مرحلة الذهنية، لأنه نحن دايما منقول انتبهوا لأفكار كون كيف عم بتأثر على الصحة الذهنية والصحة الجسدية والنفسية. بس اللي أنت عم تقوليه هلأ يعني كمان سيف ذو حدين، يعني هل الأفكار وقت الإنسان يكون ملبك بالجوع مفكر بالأكل وبعد ما عنده العادة لأنه يصون أيام بتكون إيجابية؟ أول فترة لا، بس نعم. بس ترجع فعليا تقول أنه أنا هلأ مركز على أولوياتي أكتر. نعم. ما في هالتعب الجسدي من الأكل، في هالنشاط، لأنه صحيح أنه بعض الأشخاص بتتعب ولكن بيكون في نظام منه ماشي، لأنه لازم الشخص إذا رجلج يومه، إذا رجلج أولوياته، إذا قدر يقول أنا بدي كفي إنتاجية وبدي ركز على الأولويات، بمعنى أنه بدي أعطي وقت أكتر لأعرف أنه في عندي هالصبر أكتر، عندي سميها السلف كنترول، أنا بقدر أتغلب على شهواتي اليومية على الأكل، وبالتالي أنا قادر أتغلب على مصاعب الحياة. يعني الواحد إذا عم يعمل دايت بالحياة ونجح بحس هيك بالامتنان، بحس انه هو ممنون انه عمل انجاز، كيف اذا كان عم بهيدا يعني ما ياكل بيكون عم بيقدم فرض روحي ديني لربه، وبنفس الوقت يعني عم بيقدر يتغلب كيف قد ايه عارف قد ايه منافعه، قد ايه هو بيقدر انه يصوم، وقد ايه هالشيء مش بس بيعزز الصبر، بيعزز التحمل على الصعوبات، على التوتر، على القلق، الشخص كمان بيصير بيشتغل على ضبط النفس، انه انا صايم فما في عيط، ما في عصب بهالطريقه، لانه بعرف انه لازم انتبه على حالي اكثر، بعرف انه حتى لساني كيف بدي صونه، فهون بتخف النميمة عادة، بتخف المشاكل مع الباقيين، لأنه بيعرف واحد قدي أهمية الروحانية إذا قصت نميمة صراحة، لا يعرف لا. الشخص قدي بيرجع برجلش أولوياته، ودايما عنده كنترول أنه أنا هلأ صار وقت عن جد اهتم للأمور الأساسية بحياتي، ما في ابعد والجأ للعصبية ولا التوتر، لأنه بعرف أنه شهر بلتجئ أكتر وقتي لربي، وبالتالي بحس أكتر بالأمور اللي عندي إياها، برجع حتى النعم اللي كنت أخذها تحصيل حاصل، مثل أنه أنا بأكل كل يوم، برجع عندي هالامتنان أكتر، بفكر بالآخرين، وهي كمان نشتغل كتير على الامباثي، أهميتها بعلم النفس، تركيزها على النفس، أنا بقدر أشعر مع الآخر، وبالتالي بقدر حتى أقدر الأمور اللي عندي إياها أكتر، بشعر بامتنان أكبر، الطاعة برمضان بتحسس الشخص بهيك روحانية أكبر، بتحسس بصفاء ذهني، وهيدي اللي كمان أشتغلوا عليها كتير المايندفولنس. نعم. اليوم المايندفولنس وخليك مركز على الحاضر، وخليك عم تعمل مديتيشن، أنه أنت عم بتقدر والجرات
الاتيتود هول كلهم موجودين برمضان. انا بركز اكثر بالطاعات، بركز اكثر بيومياتي، بشعر بالامور اللي عندي اياها وقت الافطار، بقدر الامور اللي هيدا بيني وبين نفسي، بس كمان في مع الاخر. يعني وقت تكون الواحد يتقرب من الله بيصير في عنده روح المساعده، روح الانسانيه والاحساس بخيو الانسان. هودي القصص قد ايه مهمين بهذا الشهر، وقد ايه حكما الانسان اللي بيصوم بيتقرب من ربه رح يعني يتحول لو كان عنده اي نوايا براسه خلال ايام السنه مع الحياه اللي بيعيشها تتحول لنوايا كويسه. صحيح، وهيدي مهمه. كنا عم نحكي اول شيء بلشنا باهميه تاثير الصيام برمضان على الصحه الجسديه، رجعنا حكينا عن الصحه الذهنيه، حكينا عن الروحانيه والسبيريتشوال بارت بالشخص اللي قديه بتاثر. اذا بنوصل للحياه الاجتماعيه عندها عده طرق، خاصة في دراسات كتير انعملت للأشخاص المكتئبين، وقت انتبهوا أنه هن مجرد ما يقعدوا كلهم بنفس الوقت على ترم الإفطار يحسوا شوي في نوع من البيلونجينج، وبالتالي أنا مني لحالي، ببعد شوي عن العزلة. أهمية مشاركة الأكل مع الأشخاص المقربين لإلنا مع العيلة بتعطي دعم نفسي، بتعطي دعم معنوي، بتعطي دعم شوي بعد عن العزلة. مشان هيك كتير حتى الإحساس أنه كل العالم اللي بتعرفيهم بنفس الوقت قاعدين على طاولة الإفطار كمان صحيح. إيجابي، وهيدي بتعطي يعني من الكوميونتي أنه أنا في عندي انتماء معين، عندي تواصل مع الأشخاص، وخاصة بالفترة الاجتماعية أمرار بيصير في زيارات مع الأشخاص، في مننا بننساهم نرجع بدنا نطلب مسامحة من البعض. هالتواصل الاجتماعي الإيجابي حتى وقت الصلاة بيكتروا التجمعات. الفكرة التواصل الاجتماعي الإيجابي بيحسن كتير من الصحة النفسية، بيخفف من الاكتئاب من العزل، وبيعطي هالفكرة الشخص الراحة أنه منه لحاله. إضافة إلى بتكتر المساعدات بشهر رمضان، اللجوء لمساعدة الأيتام، مساعدة الأشخاص المحتاجة، وبالتالي العطاء حتى توبك بحد ذاته قد بيعلى الأكسيتوسين، قد بيعلى هالسيروتونين، وبالتالي بيأثر إيجابيا على الصحة النفسية إذا واحد حس أنه بيقدر يزيد ابتسامة عند الآخرين. بعد عندي بس مداخلة أخيرة، قديش الصيام بيخلينا نسيطر على الغضب والتوتر؟ وقت أخذ قرار أنه أنا الصيام عم بيهذب النفس، عم بيحسن من أخلاقي، صار ترم أنه أنا أعطي كمان قدوة أنه أنا طالما صايم معناتها أنا قريب لربي، معناتها أنا بعرف أولوياتي، عندي امتنان أكبر، وقت بدي ركز على الأمور الإيجابية، وهون بدي أعرف كيف أضبط الغضب. بأخذ قرار أنه برجلس شوي، هون بنشتغل على تريجلوج الإيموشنال ريجوليشن، كيف بقدر خفف من التوتر. إذا كمان بيكون عندي النمط الإيجابي، يعني بدي انتبه لأكلي، لنومي، لطاعاتي، لعلاقاتي، لحديثي، لأفكاري، لحتى حس أنه عن جد فرصة قدرت اغتنمها من كل النواحي لأهتم بحالي بصحتي النفسية. تعرفي في ناس ممكن بس تغيب الشمس بس تكون بعض شيء إن مبيني بيفطروا، يمكن عن طوائف يعني عند السنة، عند الشيعة يمكن لازم تختفي كليا بعد 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق، بس هي المقصد بتصور يعني عند ربنا هذا المقصد، مش أنا بدي حلل بس هيك عم بخدها، أنه قديش الواحد بجمع بنفس الدقيقة يكون كل الناس مع بعض قاعدة مكتفي بإيد مكتفي بإيد، وقديه صارت صعبة لأنه كمان مع قديه العالم دايما هيك مستعجلة، كل واحد بوقت بيكل، صار وقت يقول لا فعلا اجتمعنا كلنا سوا على القليلة بهاللحظات لنقدر نشارك ونقدر نقول قديه نحن ممنونين على كل النعم اللي عنا بحياتنا. دكتور تانكيو لك، شوفك تجيب موضوع جديد رمضان.